أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الطريقة لإخراج زكاة مال أو عقار غير مستخدم للتجارة مثل قطعة أرض؟ ما هي الطريقة لإخراج زكاة مال أو عقار غير مستخدم للتجارة مثل قطعة أرض أو مبلغ من المال مدخر للطوارئ؟ المال تجب فيه الزكاة على أي حال، تبيه للطوارئ، تبيه للزواج، تبيه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. إذا كان عندك دراهم جامعها تتزوج أو تبي تنتظر حاجة شيء أو ففيها وحال عليها الحول ويتبلغ النصاب فأكثر ففيها الزكاة بلا شك. وش ثاني وشو؟ الأرض غير معدة للتجارة. الأرض غير المعدة للتجارة ما فيها شيء.